حبيبي الغالي، تأمل مشهد. قال صلى الله عليه وسلم: أتاني آتياني في المنام. قال: فابتعثاني. قال: فانطلقت معهما فإذا برجلين، أحدهما مضطجع والآخر واقف عند رأسه بصخرة. تخيل مشهد، واحد مضطجع من سدع على ظهره، والثاني واقف فوق رأسه بصخرة. هذا الرجل واقف يأخذ هذه الصخرة ثم يرفعها فوق رأسه، ثم يرفغ ويرمي بها رأس هذا الرجل المضطجع، فينفلق رأسه فلقتين، فيتدحرج الحجر، فيأذن الله لهذا الرأس فيعيد كما خلق، ثم يعطيه الضربة الثانية فينفلق رأسه فلقتين، فيتدحرج الحجر، فيأذن الله لهذا الرأس فيعيد كما خلق، ثم يعطيه الضربة الثالثة فينفلق رأسه فلقتين، فيتدحرج الحجر، فيأذن الله لهذا الرأس يا شباب ثم يعيده كما خلق. الله، أنا مشهد يخوف. تخيل لا قدر الله واحد يأتيك فوق رأسك وأنت حي أو نائم، ثم يرفغ رأسك بلكة ولا بلاطة ولا بصخرة. النبي صلى الله عليه وسلم خاف، فزع، قال: ما هذا يا جبريل؟ قال: انطلق، يعني بعلمك بعد شوية. قال: ما هذا يا جبريل؟ وش السبب؟ سمعنا أخوك السبب. هذا السبب اكتبه في قلبك، ذكر بنفسك. إذا سمعت المنادي ينادي: حي على الصلاة، حي على الفلاح، ترى يناديك أنت، لا تلتفت لا يمنى ولا يسرى. تعال أنت على موعد مع الله يا أخي، احترم موعدك مع الله يا أخي. أصبح آخر شيء تفكر فيه هو الله. اسمع السبب وش هو. ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الذي ينام عن الصلاة المكتوبة ويرفض القرآن. يعني والله أن يصلي لكن يصلي الفجر مع الدوام، يصلي العصر بعد المغرب، يعني ما يحترم مواعيده مع الله. هذا رجل ينام عن الصلاة المكتوبة، فكيف برجل لا يصلي؟ ولهذا يا جماعة، الذي لا يصلي ليس له قيمة حتى عند موته. الذي لا يحترم مواعيده مع الله في الدنيا أصلا ما حد بيعطيه وجه، أصلا أصلا ما حد بيحتفي به، أصلا ما حد يغسله ولا يكفنه، لأن المؤمن له قيمة حتى بعد موته. من مات وهو لا يصلي لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، أصلا ليس له قيمة مع الله. اللهم من يرى هذا المقطع ومن ساهم فيه ومن أعان على نشره، اللهم فاغفر له ذنوبه كبيرها وصغيرها، جلها ودقها، عظيمها ودقيقها، يا رب العالمين.